فتح أسواق خاصة خلال شهر رمضان الفضيل هو ما يتم العمل به في جل ولاية الوطن بهدف كسر الأسعار وتوفير المنتجات للزبائن. العينة من برج بوعريريج، حيث عمدت المصالح التجارية إلى فتح 10 أسواق خاصة بمناسبة الشهر الفضيل. أسواق تتوفر على مواد واسعة الاستهلاك وبأسعار تنافسية. بمناسبة الشهر الثاني الفضيل نطمن المستهلك البريجي باللي نقولوا باللي كل المواد راهي متوفره وما عندنا حتى نقص في اي ماده، بالرغم يعني في الاونه الاخيره ارتفع الطلب على السميد على الزيت، وبالرغم هذا راهي متوفره بكميات ولا باحتياجات المواطن، ونقولوا يعني يكون مطمن ما يكون حتى نقص باذن الله في شهر رمضان. وهذه العمليه هو الهدف منها، اولا توفير يعني المواد للمواطن وتقريب السلع للمواطن، وثانيا كسر الاسعار. مجمعات عمومية شاركت في هذه الأسواق بهدف عرض منتجاتها مباشرة للزبائن. سعر الدجاج حدد بسقف 350 دينار للدجاج، مع البيض الاستهلاك نفس الشيء 480 دينار جزائري للصفيحة. أكثر من 25 نقطة بيع على مستوى هذه الأسواق الجوارية، المنتوج راه متوفر إن شاء الله. العديد من التجار بدورهم يفضلون المشاركة في هذه الأسواق لعرض منتجاتهم بالنظر لكثرة الطلب عليها في مثل هكذا أسواق. والله مبادرة جد طيبة، داروها استحسنوها الناس بزاف، على جال الأسواق الناس راهي فرحانة، راهي تشري في كلش متوفر وكلش بسومة معقولة. يعني شاركنا فيها لأنه عندنا دي برودوي تاع الدولة تاع من المنتج إلى المستهلك، ليكونوا لي يلحقونا بسومة يعني معقولة في متناول المواطن. الأسواق المنظمة بمناسبة شهر رمضان فضاءات تجارية تقرب المنتج إلى المستهلك، ما يساهم في ضبط الأسعار وضمان التموين.